لا كلهم حرب، اغلبهم فوق 70% حرب، فوق 80 حتى حرب. فيش من الفريق الا ثلاثه مش حرب والباقيين كلهم حروب. اما نصبت مصيره العوده لسه، لانه لازم اللحمه عندهم تموت قبل. يعني الصفاره الثانيه حابين نغير الفكره اللي ماخذينها انه الشعب الفلسطيني بحب الحروب، بحب المشاكل، بحب دائما نكون في معاناة. احنا بنحب نكون في سلام، بنحب يكون الف ومحبه بيننا وبين الشعوب الثانيه. نوصل رساله انه احنا بنحب الحياه،